يسمى الفضاء الحد النهائي لسبب وجيه. اعتاد المستكشفون عبور المحيطات الهائجة والصحاري الشاسعة لكشف أسرار المجهول. منذ وقت ليس ببعيد زارتنا قطعة من هذا المجهول على شكل كائن غامض من نجم بعيد. لكن ما هو ومن أين جاء بالضبط؟ هل هذا المسافر الغامض طبيعي أم تم إرساله لنا من حضارة بعيدة بين النجوم؟ تم اكتشاف هذا الجسم الغريب لأول مرة من قبل عالم فلك يدعى روب ويريك من جامعة هاواي في 19 من أكتوبر 2017. كان يبحث عن كويكبات عندما اكتشفه ينطلق في الفضاء بسرعة 59,000 ميل في الساعة واعتقد أنه كويكب. لكن عند فحصه للصور المسجلة من الليالي السابقة لاحظ شيئا غير عادي. تتبع معظم الكويكبات مدارا متوقعا حول الشمس، لكن الجسم الذي سماه لاحقا أوموموا كان يتصرف بشكل غير معتاد في حركته في الفضاء ليس بعيدا جدا عن الأرض. أولا لم يكن يدور حول الشمس على الإطلاق. وجد الباحثون أنه بناء على حركته فقد نشأ في مكان ما خارج النظام الشمسي وكان يمر وحسب في طريقه إلى مكان غير معروف. من هنا حصل على اسمه الذي يترجم إلى رسول من بعيد في لغة هاواي. بالإضافة إلى أصله المجهول للجسم بعض المزايا غير المعتادة. في حين تميل الكويكبات والمذنبات لأن تكون مستديرة أو بيضاوية، هذا الجسم الأحمر الإسطواني بطول 1312 قدم وعرض 400 قدم فقط. لم ينجو أوموموا من مواجهة وشيكة مع الشمس فحسب، بل وتحمل درجات حرارة تزيد عن 570 درجة فهرنهايت، لكن بدا أنه يتسارع خلال ذلك. إذا كنت تصغي في فصل العلوم فربما تتذكر قانون نيوتن الأول الذي ينص على أن الجسم المتحرك يظل قيد الحركة إلى أن تعمل قوة خارجية عليه. في الفضاء حيث لا توجد جاذبية ولا احتكاك أو مقاومة للرياح سيظل الجسم يتحرك بنفس السرعة النسبية لأجل غير مسمى إلى أن يتسبب شيء ما بإيقافه، عادة الصدام مع جسم آخر. لكن نفس المبدأ صحيح في الاتجاه المعاكس، فلا ينبغي للجسم أن يتسارع إلا إذا كان هناك ما يدفعه. بالمناسبة هناك أيضا قانون اخترعته، البسكويت المغمس في الحليب سيبقى في الحليب ما لم تستخلصه بأصابعك وتدخله إلى فمك. يما لكني لا أوافق. هل يمكن أن تقترح هذه الحركة أن أوموموا أكثر من مجرد كويكب؟ هل تم إرساله من خارج المجموعة الشمسية ليجمع معلومات استخبارية؟ ربما هو آلة بدون طيار صنعت بواسطة حضارة نائية مثل برنامج فوياجر الذي أطلقناه؟ يؤمن البعض بذلك، لكن العلماء لا يصدقون أن رجال الفضائيين مسؤولون عن زائرنا الغامض الأحمر. الأرجح أن تبخر الغازات كان ما دفع الجسم عبر الفضاء بتسارع. هذا السلوك متوقع من مذنب ينتج بخار الماء عند مروره بالقرب من الشمس ويكتسب زخما بدورانه حول نجمنا. لهذا السبب أعيد تصنيف أوموموا كمذنب بدل كويكب، لكن هذا التفسير لم يكن بلا مشاكل. أكثر ما لفت الانتباه كان عدم وجود الذيل. إذا كان ينتج بخار الماء فلماذا لم يتمكن العلماء من رصده؟ أثيرت أسئلة أخرى بسبب قرب أوموموا من الشمس وهو يتلألأ في السماء مسرعا كالبرق مارا بحرارة مستعرة. وجود قشرة خارجية كثيفة من الصخور والغبار الصلب قد تفسر صموده، لكن هذا يشكك في فرضية المذنب. يتكون المذنب العادي من قشرة خارجية من الغبار والجليد تحيط بقلبها الصخري، لكن في أوموموا العكس هو الصحيح. ليس مذنبا إذن، فما هو؟ ولماذا يتصرف مثل المذنب؟ إذا كان مذنبا فأين ذيله؟ ولماذا يبدو كأنه انقلب من الداخل إلى الخارج؟ التفسير الأرجح أن أوموموا كان مذنبا وما نراه بقايا قلبه الصخري بعد ذهاب معظم الجليد. لا بد من وجود بعض الجليد ليقوم أوموموا بالتسارع كما يفعل، لكن إذا كانت الطبقة رقيقة فقد لا تنتج ما يكفي من الغبار والبخار تسمح لنا برصد الذيل حتى بالتلسكوبات المتقدمة على الأرض. في حين يحل هذا أحد أكبر أسرار أوموموا فإنه يثير مسألة نشأة الجسم. للإجابة على ذلك علينا أولا أن نلقي نظرة على مكان قدومه.
يعتقد العلماء أن أمومها يأتي من مكان ما بالقرب من نجم فيغا في كوكبة ليرا، وهي مجموعة نجوم على شكل نسر يمكن رؤيتها في نصفي الأرض الشمالي والجنوبي. هذا يجعله أول جسم كوني يتم رصد مروره في نظامنا الشمسي. ربما يتكرر قدوم هؤلاء المسافرون من الفضاء السحيق، حيث قدرت ناسا أن جسماً يمر في النظام الشمسي مرة سنوياً على الأقل، لكن أمومها أول جسم بهذا الحجم والقرب، مما سمح لعلماء الأرض باكتشافه. هذا لوحده كاف لجذب انتباه كل عالم فلك على كوكبنا، بدون حتى ذكر مزاياه الأخرى. يستحيل أن نقول هذا يقيناً، لكن يعتقد العلماء أن أمومها مجرد جزء صغير من كوكب دمر في حادث كارثي. أخ، أكثر السيناريوهات احتمالاً نشأته عند تصادم كوكبين أو تدمير كوكب بقوى الجاذبية عند مروره بالقرب من نجم قريب. في الحالة الأخيرة فإن الجاني المحتمل قزم أحمر، نجم كثيف جداً بحجم المشتري، كثيف للغاية، غالباً ما يوجد يدور حول نجوم أضخم بكثير. بعد نشأته العنيفة والحديثة نسبياً، رمي أمومها بعيداً جداً عبر الكون. أثناء تقدمه في رحلته الممتدة على 300,000 عام، قصف الجسم بالإشعاع الكوني، خبزت الطبقة الخارجية من الصخور والغبار بأشعة ملايين النجوم، وتصلبت تماماً مثل أصابع خبز عملاقة في أكبر فرن في الكون. أشعر بالجوع الآن. هذه القشرة الخارجية القاسية السبب لتمكن الجسم من النجاة من لقائه القريب من الشمس والاستمرار في رحلته عبر الفضاء. والآن لمن يشعر بخيبة أمل من أن ضيفنا ليس دليلا قاطعا على وجود كائنات فضائية، فهناك أخبار سارة. رغم أن الباحثين متأكدون أن أمومها طبيعي النشأة، هذا لا ينفي احتمال حمله لزوار أجانب. رغم أن التركيب الداخلي للجسم غير معروف، لكن من الممكن وجود ميكروبات كونية تسكن فيه. يدين كوكبنا بالمحيطات الشاسعة للمذنبات التي ارتطمت بالأرض قبل مئات ملايين السنين. ويعتقد بعض العلماء أن أول الكائنات الحية الدقيقة على الأرض ربما وصلت الأرض بركوب هذه المذنبات. من الممكن أن تنجو أشكال الحياة أحادية الخلية وهي متجمدة في أمومها، وفي حماية القشرة الصخرية الكثيفة من الإشعاعات الضارة. حسناً، هذه القشرة تذكرني نوعاً ما بإمنامز، صحيح؟ أنا جائع بالتأكيد. بما أنه ما من طريقة للتأكد من صحة هذا، من الجيد أن نعتقد أنه خلال بضع مليارات من السنين قد يكون أمومها مصدر حضارة جديدة بين النجوم. إنه يبتعد حالياً عن الشمس بسرعة عالية، وقد انتهت نافذتنا الضيقة لدراسته عن قرب. في يناير 2019 كان قد تجاوز مدار زحل متجهاً إلى كوكبة بيجاساس، لكنه قد لا يكون الوحيد من نوعه. إذا كان قطعة من كوكب مدمر، فلا بد من وجود ملايين الشظايا المماثلة. نظراً لحجم المجرة، قد يكون هناك تريليونات مثله تماماً، والتطورات التكنولوجية الحديثة قد تساعدنا في تحديد مواقع أجسام مماثلة في المستقبل. منذ 2007 يجري العمل على مرصد جديد في جبال شمال شيلي. سيكون محور هذا المرفق تلسكوب المسح الصناعي الكبير الجديد. سيكون بمقدور الجهاز الهائل الحديث أن يلتقط صورا للسماء بدقة أعلى من أي وقت مضى، مما يسمح للعلماء بتحليل الكويكبات وغيرها من الأجسام الصغيرة والبعيدة جدا التي تعجز عن رصدها التقنية الأقدم. لذلك استمر في مراقبة السماء، فأنت لا تعرف ما قد يكون هناك. وسأذهب أنا لأغزو الثلاجة. إذا استمتعت بكشف هذا اللغز، امنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع أصدقائك. أخبرنا في التعليقات أدناه إن كان هناك أي اكتشافات أخرى عن النجوم تعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من الاهتمام. لكن مهلا، لا تطارد الأجسام الفضائية الغريبة بعد. لدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة لتشاهدها. كل ما عليك فعله اختيار الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر والاستمتاع. ابقى على الجانب المشرق من الحياة.